ما تقوم اعملي كوبايتين عصير بدل ما انت قاعده كده. ولا طول ما انا قاعده طلبات طلبات طلبات، انا بجد اتخنقت من كده يعني. ما تقعد لك شويه من غير طلب، مش كده يعني؟ اتخنقت مني ومن انا طلباتي. اتخنقت من كل حاجه بصراحه في البيت ده. عيب الكلام اللي انت بتقوليه ده. ها انا هشوف مين مش هتأثر العمر في البيت ده. ربنا يهديك يا بنت والله. ايوه ايوه يا دي الباب اللي ما بيبطلش رن ده، مين يا ترى؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا محمود؟ ازيك؟ عايز اللاب بتاع اخويا شويه. لاب؟ عايز اللاب تعمل بايه؟ عايز اقعد من عليه شويه حاجات كده، اقعد عليه شويه. تقعد عليه شويه؟ لا يا بابا يبوظ. طب وايه وبعدين يعني؟ هو انا احمد جايب اللاب عشان حضرتك؟ يا حول الله يا رب. انت بتكلميني كده ليه مرات اخويا؟ علشان دي اجهزه وحاجات حساسه، ما ينفعش تقول لي اخده شويه اقعد عليه ومش عارفه واعمل ايه عليه والكلام ده. هو انت طول عمرك هتفضلي كده؟ انا هروح اقول للحاج واشوف صرفه معاك. تروح تقول له؟ بتخوفني وزهقتوني، خبط ليل نهار مش عارفه ارتاح في بيتي ابدا. ده ايه الزهق ده؟ لا اله الا الله. مين اللي كان بيرن؟ يا رب بتاع الزباله. انت مالك بتتكلمي بقرب كده على بتاع الزباله؟ هو انت واقف لي على الواحده؟ ما اتكلم زي ما انا عايزه. هو في ايه؟ اتقي الله، حرام عليك. يا ربي. اتفرج اتفرج. لا نتفرج، ما تقومي تعملي عصير. مش عامله حاجه على فكره. روح انزل اشرب على القهوه ولا شوف انزل عند امك تحت. صرف، سيبني قاعده شويه. لاحظي اللي انت طريقتك اتغيرت معايا، اسلوبك بقى وحش معايا. فين اسلوب الوحش ده؟ انا بكلمك كويس. هو في ايه؟ انت اللي مش طايق لي كلمه يا ست. انا غلطان، خليكي فاكره بس انت بتعملي معايا ايه. انت بتقفلي على الواحده، مش انا اللي بقف لك. ماشي. شوف الواحد مش عارف يقعد في بيته. ما تخبطيش في الكلام يا امي. ماشي. هتزهق. اتفرج على المسلسل بلاش وش. ييه ده ما فيش سكر. ايه الحل بقى دلوقتي؟ ابعت لي ايمان اجيب من عندها كيلو. يا اسراء يا اسراء، انت يا بنتي. ايوه يا ماما. ايه؟ بقول لك اطلعي لايمان مرات اخوكي فوق، ولا بتقول لك ماما هاتي كيلو سكر لحد ما نجيب التمويل. حاضر هروح هطلع. ما تاخريش. ماشي. يعني هو ده وقت السكر يخلص فيه؟ كنت عايزه اعمل ايه، عصير ولا حاجه؟ ايوه ماما بتقول لك عايزه كيس السكر علشان عبال ما تاخد التومين. ايوه ماما بقى، انا ما وريش حاجه غير ماما وسكر وزيت واطباق ومش عارف ايه. انا زهقت كده، طالعين نازلين عليا، طالعين نازلين عليا. ويا مرات اخويا هاتي، يا مرات اخويا ودي. زهقت تعبت. مفيش يا حبيبتي، ما عنديش. طب ماما قبل ما تاخد انت هتفضلي تبصي لي كتير؟ روح قولي لها بتقول لك مرات اخويا مفيش. يلا يا ريت ما تورينيش جمال خطوتك تاني. هي مال البنت اسراء اتاخرت كل ده ليه؟ هي كل ده بتجيب السكر؟ ماما هي اسراء كنت فين كل ده؟ طب ما طلعت عند مرات اخويا فوق، زعقت لي ماشي وقفلت الباب في وشي وكرشتني وعماله تزعلي وتقولي ايه انتوا مش كل شويه طالعين نازلين عندي. ايمان قالت لك كده؟ وكنت حاسه ان هي هتضربني اصلا. ماشي انا هتصرف. انا لما انا هطلع اشتكي للحاج بره، هشوف انا هعمل مع ايمان ايه. روحي يا اسراء انا جايه وراكي. والله لا طايله عقل الحاج. ايمان بتعمل معانا احنا كده؟ ماشي. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا حاج. يا ده عامل ايه؟ عامل ايه؟ الحمد لله. يعني زهقت من مرات اخويا يا حاج. مالها مرات اخوك يا ابني؟ والله العظيم بتعاملني معامله وحشه، واسلوبها معايا هيخليني ان انا ارد على رد وحش. مرات اخوك بتكلمك اسلوب وحش؟ انا مش راضي افتح بقى عشان خاطر اخويا يا حاج. ليه مالها مرات اخوك؟ نقول لها عايز اللاب ناخد من عليه حاجات، نقعد عليه شويه نسلي نفسي، تقول لي هتبوظه وتعمل لي تخبط لي ده على بعضها كده يا حاج. اسلوب ما يرضيش ربنا يا حاج. ماشي. والله ما يرضي ربنا. ماشي. ايه يا حبيبي؟ ايه يا امه؟ هو كمان ممدوح جاي يشتكي من ايمان؟ ماله من مالك انت رخرف ايه؟ ينفع اللي بتعمله ده؟ عملت ايه رخرف معاك؟ طول النهار وطول الليل سامعها من الشباك بتزعق لاحمد وعامله مشاكل معاه. بتزعق لاحمد؟ وانا مش عايزه اتكلم. وابنك مش مبسوط ولا متكلم. انا عارف، انا شايف وشه متغير بقاله فتره، ولا وشه اسود متبهدل. الحمد لله. والاخر يا حاجه ابعت لها اسراء تاخد منها كيلو سكر لحد بس ما نجيب التموين. تكرشها من على الباب. وكان حميد ده كرشت اسراء كمان؟ كرشتها من على الباب. لا حول الله. وانا مش عايزه اتكلم. ماشي. يا حاجه عشان لا 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 محدش يتكلم. سيبوا لي الموضوع ده نتصرف فيه. ماشي. سيبوا لي الموضوع ده، انا جاي مريح لاحمد يعني. محدش يتكلم في حاجه. انت بقى ماشي، محدش يتكلم في اي حاجه. ما تزعلش نفسك يا ممدوح. والله انا زهقت يا ام.
معلش يا ابني معلش بس كده خلاص. يا سلام الله يصلح حالهم ويرضيهم عشان ما يقولوش قالوا اللي بيتكلموا عليهم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا حاج؟ امال احمد فين يا مش موجود يا حاج؟ امال فين احمد؟ مش هنا في الشغل. طب لما يجي يقولوا له ابوك بيقول لك غير العتبة. العتبة عتبة ايه يا حاج؟ قولوا له بس كده، وصل له الرسالة ديت، قولوا له ابوك بيقول لك غير العتبة. ايوه عتبة ايه؟ قولوا له بس كده، قولوا له كده هو هيفهم. وانت يا حاج تعب نفسك وطالع عشان تقول لي اقول لاحمد غير العتبة؟ ده ابنه انا عارفه هو بيعمل ايه وانا عارف اللي بنقول له. قولي لاحمد الكلمه دي. لا ما انا ما شفتهوش، انا جاي رساله وصلها له. قولي له يا احمد ابوك بيقول لك غير العتبه. ماشي حاضر هقوله. ماشي ماشي. السلام عليكم. يا حبيبي النهارده ان شاء الله نعدي عليه. يا عم عيب عليك، انت حبيبي والله. احمد الله يخليك، ثواني كده خليك معايا. بقول لك انا عايزاك بره كده، تعالى بص على حاجه. في ايه؟ تعالى هوريك حاجه. بص يا صاحبي اقفل دلوقتي وهكلمك تاني. ماشي سلام. اصل باباك كان هنا وقال لي حاجه. ماشي فتعالى بس انا عايزاك وهقول لك بره ايه الحاجه دي. طب وما دخلتوش ليه لما ابويا كان هنا؟ لا هو قال الكلمتين وخد بعضه ومشي. قال لك ايه؟ تعالى وانا هقول لك قال لي ايه، بس هوريك حاجه بعينك الاول عشان انا مش فاهمه حاجه بصراحه. طب تعالى كده ورايا. ربنا يسترها عليك. تعالى كده يا احمد. في ايه يا بنت؟ تعالى اما اشوف اخرتها والله ما انا فاهمه لكم حاجه. هو فين ابويا؟ لا ابوك نزل، خليك معانا بقى. ابوك قال كلمتين وراح واخد بعضه وراح نزل. ابوك بيقول لي قولي لاحمد الرساله دي، قولي له غير عتبه بيتك. عتبه ايه؟ ما العتبه سليمه. ابويا يعني بقيت غير عتبه بيتك؟ ايوه. في حاجه العتبه؟ بص بعينك كده وشوفها ما هي سليمه وزي الفل. بس انا فهمت ابويا عايز يغير العتبه اللي تعال. طب اللي فهمته يا اخويا ما تفهمهولي. تعالى هنفهمك جوه. ما تفهمني هنا، عايز افهم في ايه. هو ايه اللي في ايه؟ تعالوا هنفهمك جوه. ما تخلص وتفهمني، ده انتوا شويه مجانين وتعبتوني والله. اذا كنت انت ولا ابوك ولا عيلتكم اللي تحت دي. انت بتغلطي في ابويا؟ انت ازاي انت واطيه؟ انت بتغلط فيا؟ انت تعرفي يعني ايه اغير عتبه بيتك؟ يعني ايه يا اخويا؟ اللي هو حضرتك هنغير عتبه بيتك. نعم. انت طالع. انت بتطلعني؟ يلا مع السلامه. اسلوبك بقى وحش معانا وبتعامل اهل وحش. ليه كل ده؟ قلت لك من زمان نظف قلبك وخليك حلوه معانا. يلا يا بابا ورقتك هتوصل لك. يا مجانين ارتحت. يلا يا بابا يلا مع السلامه، ورقتك هتوصل لك. والله العظيم ابويا عنده حق، والله العظيم ابويا عنده حق، اللي انا نغيرها اصلا من زمان. السلام عليكم. ازيك يا مرات اخويا عامله ايه؟ ازيك يا ممدوح عامل ايه؟ معلش الموبايل فصل وعايز الشاحن بتاع احمد اشحن بيه شويه بس. طيب ماشي ثواني يا ممدوح. ماشي يا مرات اخويا. ايوه كده هو ده النسب الصح. مرات اخويا دي ربنا يبارك لها والله. يا رب. بص يا ممدوح ده الشاحن بتاع موبايل انا، خده ليك واشحن بيه وانا. لا معلش عشان خاطر تجيب لي شاحن احمد. يا عم خد بس انت مالكش دعوه، خليه عندك تحت وانا هشحن انا تليفوني معاك. كلك ذوق كلك ذوق. متشكرين. سلام عليكم. لا شكرا. ماما الله يعزيكم. يا اسراء حاسه نفسي جعانه. طب وبعدين يا بنت ابوك لسه ما جابش العيش. طب هقول لك على حاجه. طلع الرضا مرات احمد فوق كلها بتقول لك ماما هاتي بس رغيفين عيش عبال الحاج ما يجيب العيش. حاضر. ماشي ماشي ماشي. اقول لها حاجه تانية؟ لا يا حبيبتي. ماشي. ايوه ازيك يا طنط؟ ازيك يا اسراء عامله ايه؟ تعالي يا حبيبتي. عامله ايه ماما؟ عامله ايه؟ الحمد لله. عايزه حاجه؟ ماما بس كانت عايزه منك رغيفين عيش عشان بابا لسه ما جابش العيش. رغيفين عيش بس؟ طب ما تيجي. طيب خش. لا بس مستعجله بس. طب ثواني. والله طنط رضا دي طيبه قوي معايا. بصي يا حبيبتي العيش اهو. ماشي ولو عوزتي اي حاجه طلعي بس وانا هدي لك اللي انت عاوزاه. خلاص ماشي. ماشي يلا سلام. سلام. ايه يا احمد وانت صحيت وما طلعتش بره ليه؟ ايه
ما تيلا بقى عشان عايزه احط لك الاكل. حضرت الاكل يعني؟ اه حضرت الاكل. طب يلا بقى. بقول لك ايه؟ نعم. ممدوح اخوك جه من شويه وطلب مني الشاحن بتاعي، فانا اعطيت له الشاحن بتاعي قلت له خليه لك وانا هشحن تليفوني انا مع احمد. والله اسيله وبنت اسيله. والله يا احمد والله انا اهلك دولت هعملهم زي اهلي بالظبط وهشيلهم على دماغي من فوق. وعشان الكلمتين الحلوين ده امك، انت فوق دماغي وفي عينيا الاثنين، وانا اي حاجه انت عايزاها هجيبها لك. تسلم لي يا احمد يا رب. ربنا يخليك لي يا رب. طب يلا بقى قوم. طب روح يلا. والله محترمه وبنت ناس والله العظيم، مش الثانيه. ايه يا ام احمد؟ ايه يا حاج؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله والله. كله تمام؟ كله تمام الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. ايه اخبار احمد وعياله ومراته؟ والله يا حاج شكل احمد ابنك كده ربنا عوض عليه. يا ريت ربنا عوض عليها. مش والله شكلها بنت ما بسمع لها صوت. شكلها بنت اصول. لا الحمد كويس. لله رب العالمين. ربنا يهديهم يا حاج. ربنا يهدي له حاله. عايزين ايه يعني؟ ربنا يهدي له حاله. عوض عليه ويصلح حاله. عايز ربنا يهدي له حاله. يا دو حمله. ايه ممدوح اشتريت شاحن ولا ايه؟ لا والله يا امي، ده انا طلعت لمرات اخويا والله عندها ذوق محترمه جدا. قلت لها انا عايز الشاحن بتاع الراشد ليك. قالت لي لا خد الشاحن بتاعي خليه عندك وانا هشحن بشاحن احلى. والله شفت يا حاج بنت الاصول؟ الحمد لله. بصراحه طالعه من بيت اصول. ربنا يعوض على اخوك. الحمد لله. ربنا يعوض على اخوك. اللهم ربنا يعوض على اخوك. انت يا احمد ممدوح برضه خليها في عينيك وعاملها زي اخت. اكيد طبعا. تاج ربنا يا ابني فيه. طالما كويس. ماشي يا ممدوح. ماشي يا ممدوح. ماشي يا ممدوح. ونعم الاصل. ربنا. ونعم الاصل. جبت يا حبيبتي؟ اه جبت. شفت يا حاج؟ منين دي؟ بعت اسرات جيب رغيفين. بص. من عند مرات احمد؟ اه. ربنا يبارك لها ويسترها. اللهم امين. ربنا يبارك لها ويسترها. اللهم امين. وانت برضه حافظ عليها. ماشي. انا كده انا وصلاح احمد كده نوصل ويوم جاي. طيب ماشي يا حاج. ماشي. ربنا يصلح الحال يا رب. ماما عامل اسراء كمان تاكل. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا بابا؟ عامل ايه؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله والله تمام. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. تعالى. طب اتفضل احمد جوه بس في الحمام. طيب سلمين على احمد قولوا له ابوك بيقول لك ثبت عتبه بيتك. يثبت عتبه بيته؟ آه. طب ايه طب الرساله دي؟ بس وصلها لابني. طب ما تيجي. طيب يا بابا تعالى بالله عليك. عشان الصلاه. عشان الصلاه. ماشي عليكم. يا بابا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يعني ايه ثبت عتبه بيتك دي؟ عتبه ايه اللي بابا بيقول عليه؟ لما احمد يطلع بقى من الحمامه بقول له. هم اكيد فاهمين بعض. استغفر الله العظيم يا رب. ايه يا رضا؟ ايه عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله والله تمام. بقول لك ايه، بابا كان هنا من شويه. هو فين؟ والله انا عزمت عليه بس هو اللي ما رضاش يدخل. اه. وسايب لك رساله بس رساله غريبه كده. ايه الرساله دي؟ بيقول لك ثبت عتبه بيتك. ايه الرساله دي؟ اه ثبت عتبه بيتك عشان انت اصيله وبنت ناس ومحترمه وبتراعي ربنا في اهلي وفيا ومش مقصره معانا. طب انا مالي ومال العتبه؟ لان هقول لك انا ما رضيتش اقول لك اللي انا كنت متجوزها قبل كده واتطلقتها. ايوه. ده كانت وحشه مع اهلي وكانت معاملتها وحشه معانا وما كانتش بتسمع الكلام. فدي رساله ابويا قال لي غير عتبه بيتك. فطريقة كلامك كتوعي. اه خلاص بقى انا فاهم. انا العتبه يعني. اه انت العتبه. وربنا يخليك لنا يا رب ويبارك لي فيك. والله يا احمد انا اهلك دولت والله زي اهلي بالظبط. والله يا بنتي انا مش عارف نقول لك ايه والله اللي انت بتعمليه معايا. طب وفيها ايه يعني لما كل واحده تعامل اهل جوزها بما يرضي الله؟ حتى بقى. لو هم يعني وحشين شويه برضه تعاملهم بما يرضي الله كانهم اهلك. انت لما تعاملي اهل كويس انا هنعاملك كويس. لما تعاملي اهل وحش انا هنعاملك وحش. فعلا صح. صح ولا طب لا؟ طب انا بقى الاكل جاهز كده هروح احط حصفه على طول. يلا بقى عايز ناكل اي حاجه من ايدك الحلوه ده. ربنا يبارك لك يا رب يخليك لنا يا رب.